الأساسيات معضلة الشعر، وسأطرحها أنا أول شيء يعني كما طرحها الدكتور عريف أحمد، وثم يعني أعطي رأيي يعني بعض الملاحظات. الدكتور عريف أحمد هو يعتبر فيلسوف لأنه عنده أعمال نقدية في الفلسفة مثل كتابه النقدي عن فيتكنستاين، عن كتاب فيتكنستاين Philosophical Investigations. وكتاب فيتكنستاين كمان مهم لازم نحكي عنه، بيحكي عن اللانجويج جيمز، انه كيف اللغة تحدد من سياقها وليس المعاني فيها ومعاني الكلمات، يعني حسب نظرة جون لوك وغيرها. وهو هو محاضر فلسفة في كامبريدج وعنده كتير كتب، يعني أنا لم أقرأها كلها. عنده كمان كتاب عن كريبكي، سول كريبكي، وعنده أيضا كتاب Evidence, Decision and Causality خاصه بالعقلانية واتخاذ القرارات، وكتاب كمان خاصه في العقلانية واتخاذ القرارات هو كتابه Newcomb's Problem، وكمان بيعيطوا له Newcomb's Paradox، وهذا خاصه بالGame Theory والذكاء الاصطناعي. في أكو اوكي الاكل طلع مني بس كيف ما باين قبل نوا غريب. اكتشفنا هلا شيء مستحيل ان يحصل فيزيائيا حصل. طيب فهو يعني فيلسوف ومحاضر في الفلسفه، لكن هو خجول، يعني عنده اطلالات قليله على اليوتيوب، عامل كم مناظره مع مؤمنين، انا ذكرت مناظرته مع ويليام لين كريك، وانا اعطيت يعني نقدي انه باول جوله كان منيح، بتاني جوله ضاع في التفاصيل، لكن كثير اسلوبه هو يعني اسلوب كامبريدج بالنقد، كثير اسلوب ذكي ودقيق، ويعني فهو قدم هذه الحجه في مناظره عن وجود الله مع ويليام لين كريك، فانا يعني حاولت اترجمها للغه العربيه قدر المستطاع، وسنناقشها يعني سويا ونرى اذا كان فيها مشاكل وإذا كان هناك في علامات استفهام أو ردود خاطئة عليها من المؤمنين. فالحجة الرئيسية يعني كما في كل مقدمة قد دائما الحجة الرئيسية الذي يعني سأفندها لاحقا وأدخل في كل فريضة تلو الأخرى يعني. لكن في هذه الحلقة ستكون وجيزة أكثر، يعني سأركز على الرابعة يعني، أما الفرضيات الأخرى يعني أعتبرها هي يعني فرضيات لاهوتية، يعني هي المؤمن يعرفها على أنها كذلك، فإذا رفضها فلا تنطبق الحجة عليه، فعليه أن يتقبلها يعني، وأعتقد يعني معظم المؤمنين يتقبلونها، لكن هناك بعض الناس الذي لا يتقبلونها. فلنبدأ فيها. أولا، الإله الإبراهيمي عنده خير مطلق وقوة مطلقة، والتركيز على خير مطلق، يعني هو عنده رحمة كما يقول القرآن تسع كل شيء، هو الرحمن الرحيم، يعني هو له عطف عليك أكثر من والديك في مئات ملايين المرات، يخاف على كل شيء صغير، حريص جدا، عنده عطف ورحمة شيء مش طبيعي، خير مطلق، وعنده قوة مطلقة فيه يمنع الشر إذا أراد. فهو من خصائص الله. هناك بعض المسلمين الجدد المحدثين الدعاة بتقول لا، إلهنا في الإسلام هو خير وشرير في نفس الوقت، لكن اللاهوت المعتمد يقول أن الإله له خير مطلق، أي هو أومني بنفلنت، وله قوة مطلقة، أي هو أومني بوتنت، طيب أومني بوتنت سوري. فهي أول فرضية، الإله الإبراهيمي عنده خير مطلق، يعني حريص جدا، يعني أكثر من الوالدين على الولد، وقوة مطلقة وعظمة. طيب الإله الإبراهيمي لا يتدخل في العالم، وهذا من منظور اللاهوت إنه هو وضع مسرح يختبر البشر عليه، لكن هو لا يتدخل لأن الحياة تجربة، وبشوف هو إذا أنت تخطئ يعاقبك في الآخرة وفي نار وجنة وجهنم وكل هذا. في المنظور المسيحي هو
خلق كون ميكانيكي كساعة وهو خارجه. ليه؟ لأنه إذا قالوا أنه هو داخل هذا العالم أو يتصرف في هذا العالم، ساعتها أنت في يعني في المنطق وفي العلم ممكن أن تقول أنه غير موجود. لكن هني شو عملوا فيه؟ حطوه بالخزانة، يعني لفوه حطوه بالخزانة مثل بريق راسل، بعدوه عن العالم الذي نحن فيه وقالوا أنه موجود لكن هو غير، لا يتدخل في هذا العالم، لأن العالم عبارة عن مسرح، عن مسرح ليجربنا فيه. وأعتقد في اللاهوت الإسلامي نفس الحديث. طيب، فقلنا الإله الإبراهيمي عنده خير مطلق وقوة مطلقة وهو لا يتدخل في العالم. طيب ثالثي، أنه يسمح في العذاب إذا كان لهذا العذاب عنده فائدة. ليه؟ لأنه إذا سمح في عذاب غير مبرر هذا شر، وهو إله عنده خير مطلق هذا تناقض. فهو يقول المؤمن نفسه أن إلهه الإبراهيمي يسمح في العذاب لأن هناك حكمة إلهية، لأن هناك فائدة أو غاية من هذا. هناك بعض الملحدين بينتقدوا أنه كيف خير مطلق وقوة مطلقة، يعني هي معضلة الشر، وهنا هالحجة كمان يعني هي فاتت في هذا التناقض، بس ما نكمل لنوصل لهذا التناقض. طيب، لأنه هي يعني هذه معضلة العذاب الغير مبرر هي معضلة الشر المحدد. فالرابع، وهو نقطة النقاش الأساسي، هناك عذاب في هذا العالم لا يعرف فيه البشر ولا يفيدهم وليس ضروري لمجريات العالم. هلا بتقول لي هناك تناقض، كيف لا يعرف فيه العالم وانت عارف فيه؟ انا بنشرح هذا المسألة، انه فينا نحن نستقرئ عن احداث دون ان نعرفها او ان نكون فيها. يعني انا ممكن ان اعمل استقراء انه هناك اليوم في الصين اشخاص ماتت واشخاص ولدت، وانا موجود في كندا، انا لست موجود في الصين، لكن عبر الاستقراء والتوقع المنطقي انا اجزم ان هذا يحدث في الصين. ونفس الشيء هنا، وساشرح واعطي امثله افضل يعني. فلهذا العذاب غير مبرر بما انه لا يعرف فيه البشر ولا يفيدهم وليس ضروري للعالم، فهو غير مبرر لانه هذا اله عنده رحمه مطلقه، رحمه تسع كل شيء، هو الرحمن الرحيم. فكيف يسمح في هكذا عذاب حتى نحن لا نعرف فيه ويقع وهو كارثي؟ وهلا بحكي اكثر في هذا الموضوع. فمن بعض من العذاب الغير مبرر يتناقض مع وجود الاله الابراهيمي، لانه هو اله يملك خير مطلق، لهذا الاله الابراهيمي غير موجود لان خصائصه نفسها تتناقض مع العالم الذي نحن فيه. فهلا بس لنفند الرابعة، أن هناك عذاب في هذا العالم لا يعرف فيه البشر ولا يفيدهم وليس ضروري لمجريات العالم. المثال اللي بيعطيه عريف أحمد هو عن غزالة بتحترق في الغابة. تصوروا معنا أنه في حمم بركانية، هناك انفجار بركاني، وجنب هذا البركان هناك غابة تملأها الحيوانات، يعني الغزلان والسناجب والأرانب والطيور وغيرها. صار فجأة في حمم بركانية واحترقت هذه الغابة، وهذه غابة بعيدة عن البشر ولا نعرف عنها شيء، يعني نحن أتينا عليها بعد 5 سنوات من الحريق، كانت مدمرة. طب نحن عبر الاستقراء وعبر أن نرى الغابات الأخرى جنبها ندرك أنه في هذه الغابة كان فيها حيوانات وحياة حيوانية يعني. فنستقرئ أن الغزلان فيها مثلا احترقت وهي عايشة وهي حية، احترقت يعني عذاب شديد، ونحن لا نستطيع حتى أن نتخيل هذا العذاب أو نتوقع يعني ما جرى من أحداث تفصيليا، لكن نحن ندرك أن هذه الغابة قضى عليها تماما. حتى هناك غابات قبل التاريخ البشري، قبل وجود البشر، ديناصورات وغيرها ماتت في كوارث طبيعية، ونحن نتوقع هذا الشيء، لكن هل بإمكاننا نحن أن نقول أننا يعني مثلا نشعر في عذابها أو تعلمنا شيء مبدئي منها؟ هل تغيرت أخلاقنا؟
او مجريات العالم، لانه في غزالة لا نعرف عنها احترقت في مكان ما. لا. بس خلينا نفوت بالردود على ما ذكرته. اعتقد ان الصورة واضحة، وهي انه هناك عذاب في هذا العالم لا يعرف فيه البشر ولا يفيدهم وليس ضروري لمجريات العالم. وهذه مثال الغزالي بعد مثال واحد في مثال الديناصورات قبل تاريخ البشرية الذي ماتت في كوارث طبيعية ولم نسمع عنها، لكنها تعذبت ومن دون أي مبرر أو من دون أي منطقيا من دون أي غاية تذكر. الردود يأتيك الرد الأول: كيف عرفت ولم يعرف أحد؟ ذكرنا استقراء، أنا أعرف أن في الصين هناك ناس تلد وتموت اليوم وأنا غير موجود في الصين، لكن فينا نعمل strong induction، الاستقراء، هي نعمله بعديد من المجالات يعني بالمعرفة البشرية، يعني مستحيل أن أتأكد من كل شيء حتميا، لكن في عنا استنتاجات صحيحة، استقراءات صحيحة، ومنها هذه. يعني هذا، فهذا رد سخيف، هذا كما رد أنه إذا وقعت شجرة في الغابة وأنت لم تكن هناك هل وقعت أم لا؟ نعم وقع، أنا لا أعرف هذا في حتمية، لكن أنا أذهب إلى الغابة وأدرس المعطيات، أرى يعني كسر في الشجرة وكل هذا، وأدرك أنه الاستنتاج القوي أو الاستقراء القوي أن هذه الشجرة وقعت، نعم، وأنا لم أكن موجود في الغابة. الرد الثاني يعني، وهو يستعمله ويليام لين كريج، وبيقول لك الحيوانات لا تتعذب. كيف؟ الغزالة عنده جهاز العصبي الذي يملكه أبو لبنان، وعنده سبستنس بي. كيف؟ هلا هو شو بيعمل؟ هون الخلط والتدليس. بالفلسفة بتقول لك أنا كبني آدم أبو لبنان ما فيني فعليا أشعر في عذاب الغزالة، لأنه أنا لست غزال. يعني آخر مرة عملوا لي فحص ما طلعت غزال بدي أنا. لكن من المؤكد إنه في عنده عذاب الغزالة وتتعذب، مع عنده نفس الجهاز العصبي. لكن تجربتها في العذاب مختلفة عن تجربتي أنا كبني آدم أو كبشر، لأن آدم خرافة. بس هذا لا يعني أنها لا تتعذب، هي تتعذب وهي احترقت وهي حية، أكلتها النيران وهي حية في وجود إله له خير مطلق وقوة مطلقة. الرد الثالث: عدل إلهي في تعذيب كل الكائنات. يعني خلاص هو خلق الله هذا الكون الوحشي والعالم الحيواني الوحشي وكب هذه الحيوانات فيها، ومن العدل أنها كلها تتعذب. هذا أنا أراه يعني أسوأ رد. أنت بافتراضك هذا برهنت أن الإله بدون عدل وبدون رحمة وبدون خير مطلق. يعني تصوروا تلميذ واحد بصف أخطأ، وكل الصف قال عن هذا التلميذ للأستاذ أنه أخطأ، راح الأستاذ عاقب كل الصف، شلهم علامات منهم وزربهم السبت وضربهم بالمسطرة وما بعرف شو، من شان واحد تلميذ من بين 40 تلميذ. هذا ليس عدل، حتى في المفهوم البشري، مع أن أنا عبد حقير يعني وعندي مفهوم بشري وضيع يعني، لكن حتى بالمفهوم البشري هذا ليس عدل. الإله اللي عنده خير مطلق ورحمة مطلقة ورحمته تساعى كل شيء، والرحمن الرحيم، يدقق في أبسط تفاصيل كائناته ويخفف عنهم العذاب إذا أمكن، ولا يعرضهم لأخطار لا يستفيد منها أحد. منطقيا هو عنده خير مطلق، هو إذا عنده محبة لك أكثر من والديك ومحبة لكائناته تفوق حتى العاطفة التي نحن نتصورها نحن البشر الفقراء، غريب أن يحدث هذا. وهو يعني يراقب الكون وهو شاهد على كل الكون. طيب الرد الرابع بيقول لك أنه هناك فائدة للبشر، هناك فائدة بشرية يعني، لكن نحن لا نعرفها. يعني أنت يا أبو لبنان عبد حقير لا تملك عقل الله، هو رأى الحكمة في هذا لكن أنت لا تراها من منظورك أنت. والمشكلة في هذه الرد أنها يعني مغالطة منطقية تحدثنا عنها سابقا، هي mind projection fallacy. ما أنت تفترض هذا مسبقا،
انا وياك لازم نعرم ذنوبنا ونبحث في التراب، نشوف هل المعطيات بتاكد انه في حكمه، او عندنا معطيات تخالف وجود هكذا حكمه. ما فيك انت تفترض الذي هو موجود في عقلك، in your mind، بعقلك تفترضه على الواقع. بعدنا عم ندرس الواقع انا وياك حبيبي. فانا عقلي يعمل بالمعطيات الموجوده، انا ببحث بالتراب وبشوف. انا ما عندي افتراضات مسبقه انه لا اكيد في حكمه ولا يمكن، لانه انا بلاهوتي بيقول لي هيك ومغسل دماغي، فانا بصير ارى الحقيقه كما يقول لي عقلي جواتي. mind projection fallacy، باخذ عقلاتي وبطبعهم على الحقيقه التي اراها امامي. اما العلم والطريقه العلميه تستند على المعطيات هي بالتراب في حولي بالعالم، لثم استنتج وحط الفكره في عقلي، مش العكس. طيب هذا رد غير منطقي. طيب فلماذا هذا العذاب غير مبرر؟ يعني اذا بدكم تلخيص سريع، مع انه يعني هلا في فكره ما ذكرتها هلا بذكرها بعد هاي. طيب اولا لم يستفيد منه البشر، معرفنا فيه ومعرفنا في يعني في ملايين ومئات ملايين الحيوانات اللي تعذبت بكوارث طبيعيه ونحن ما استفدنا من شيء، حتى منها كانت قبل الانسان. إذا كل عذاب له حكمة وفائدة للبشر، مستحيل منطقيا أن تربط هذه القافلة من العذاب الشديد في فائدة للبشر. أنا لو الغزالة احترقت أو ما احترقت، أنا موجود معكم، حتى نحن ما عرفنا فيها أنه احترقت. فأولا لم يستفيد منه البشر، ثانيا الغزالة في الأديان الإبراهيمية لا يجرب إيمانها، ليست كائن له وعي. هو الإنسان وسط الكون حسب الأديان، والحيوانات ديكوريشن زينة. هو خلق آدم وخلق الحيوانات هيك أبو جنب يعني. فهي ليست يعني إذا تعذبت أو لم تتعذب، ما هي شو استفادت؟ لم تستفيد هي شيء. ولم يكن ضروري وقوع هكذا عذاب، يعني مجريات العالم نفسه، هو إذا بدكم الوعي الأخلاقي في الإنسان مش واقف على غزالة احترقت بغابة نحن ما بنعرف عنها أساسا، بس نعرف إنه بعد سنوات عرفنا انه الغابه كان فيها حيوانات وكلها احترقت. شو استفدنا؟ نحن ضلينا وضلت مجتمعاتنا وضلت مدننا وضلت عم بشرب بيبسي وعم باكل همبرجر شو اثر علي يعني؟ في موضوع كمان مهم ومتعلق بهذا ما بيطرحه عريف احمد، انا بس حبيت اطرحه زياده، يعني هو السكوب انسنسيتيفيتي، وهلا بشرح كيف. يعني أنا حطيت اسم الورقة الأكاديمية يعني، لكن هو فعلا هي صار في أويل سبيل، يعني صار نزل البترول لوث بحيرة مياه فيها طيور وحيوانات، فراح ففريق من الخبراء راح يعمل نوعا ما من التجربة، فراحوا على منزل عدة أشخاص، يعني خلينا نعتبر 1000 شخص، قالوا له إن في بحيرة ملوثة بالبترول والحيوانات فيها مسممة، ومنا منكم تعطونا مساعدات مالية قدر ما تتمكنوا. غالب الأشخاص أعطوهم $80 بعد ما قالوا لهم في عشرة طيور مسممين، في 10 طيور في هذه البحيرة، اعطوهم $80. راحوا على الناس ثانيين كمان 1000 شخص، قالوا لهم في 10,000 طائر مسمم في البركة، 10,000 مش 10، 10,000، اعطوهم $86، زادوا $6 بس. راحوا عند 1000 شخص ثانيين، قالوا لهم في 20,000 طائر يعاني من هذه البحيرة، اعطوهم $88، زادوا $2. يعني في العقل البشري مشكلة، نحن ما فينا حتى نتخيل العذاب جيدا بشكل تراكمي. 10 طيور عم بيعانوا ببركة مسممة، مع أنه هذا يعني شر بشري. طيب 10 طيور عم بيعانوا ببركة مسممة من تلوث البشر، جابوا $80. 20,000 جابوا 88، يعني فرق $80.
يعني كل واحد دفع هذا الإجمالي يعني لمين؟ الأفريج. كارثة. طب ليش هيك؟ صار يسألوا بهالدراسة إنه ليه هيك؟ الفكرة إنه في مشكلة حقيقية عند البشر وحواس البشر الذي يقول اللاهوت أن الله هو من وضعها فينا. نحن غير عاجزين وغير قادرين أن نتصور عذاب بشكل تراكمي. أنا فيني أتخيل طائر واحد عم يتعذب، لأنه أنا بتخيل حالي عم بتعذب وبربطها أنا مع الطائر، لكن خمسة ما فيني، خمسة طيور عم يتعذبوا ما فيني أتخيلها، 10,000 طائر أنا أتخيل 10,000 طائر مش عم يتعذبوا ما فيني أتخيل فعلا 10,000 طائر يعني مختلف عن الثاني، وهذا عم بيتحمم بالمي وهذا عم بياكل من الشجرة ما فيني 10,000. كيف إذا 10,000 عم يتعذبوا و20,000 عم يتعذبوا؟ فهون السكوب ان سنسيتيفيتي، أنا كإنسان منظوري جدا محدود، حتى الطائر نفسه الوحيد الواحد ما فيني أتخيله مزبوط كيف عم يتعذب. أنا تجربتي في العذاب كما ذكرنا غيره، بس هو أعلم أنه يتعذب من العلم. 10,000 طائر كيف بدي أتخيلهم؟ أنا واحد وعشرة مش عارفين أتخيل مزبوط 10,000. طيب ما أدراكم أن في هذا العالم مئات الملايين من الحيوانات تعذبت ولم نعرف عنها، ومستحيل وصعب جدا أن يربط عذابها في أي حكمة إلهية أو أي غاية منطقية، وحتى عذاب غير مبرر لا نعرفه حاصل في الغابات البعيدة عن المدن، احترقت أو صار في هزة أرضية أو كارثة وماتت هذه الحيوانات ولم يعرف عنها أحد، وماتت موت قاسي وفيه عذاب شديد بوجود إله عنده خير مطلق وقوة مطلقة ولم يتدخل في العالم. فهذا تناقض بين خصائص هذا الله وبين هذا العالم. طيب، فأنا تعديلي بسيط، لأنه لما عريف أحمد أو حيالله ملحد بيذكر هكذا تناقض، الحجة آخر شيء بتصير استقرائية، بتصير بين يعني كفتين، ما بين أنه لا هذا العذاب في وراه حكمة وهو مبرر، ما بين لا هذا العذاب غير مبرر، لأنه كل الأشياء التي ذكرناها تدل عن تقريبا استحالة أن يكون منطقيا مرتبط في حكمة أو غاية كونية ما، حتى عذاب لا نعرف فيه، لا يعرف فيه البشر، لا يغير شيء في العالم ويحصل كل يوم. فعلينا اتباع الطريقة العلمية، ناخذ المعطيات وبنعمل inference to the best explanation model، نعمل Bayesian probability math، بنشوف هل المعطيات الذي نملكها تتوافق مع فرضية أن هناك يعني غاية من كل هذا العذاب وحكمة إلهية سامية تعلو فوقه، أو هل نحن فعلا نعيش في عالم وحشي، عالم يحصل فيه كثير من الأشياء المقززة والمقرفة والذي يعني تقطع القلب يعني، وتحصل من دون أي غاية، كون بارد من دون مشاعر أو إحساس، أو هل هو كون فعلا منظم وفعلا فيه مراقب لهذا العالم ومن وضع هذا المسرح أمامنا؟ فنحن نتبع الـ inference to the best explanation model، نتبع الطريقة العلمية وأنا اتبعتها، والخلاصة عندي كانت أن هناك عذاب مفرط وغير مبرر في العالم لا يتناسب مع وجود خالق له خير مطلق وقوة مطلقة. فخلينا نرجع للحجة هيك يعني، بس نعمل تلخيص بسيط. الإله الإبراهيمي عنده خير مطلق وقوة مطلقة، عنده خير مطلق يعني يحب الولد أكثر من والديه في ملايين ومئات ملايين المرات، هو إذا بتنخمش من دون أي سبب بيزعل عليك، حتى كل عذاب عندك لازم يكون له مبرر حقيقي وإلا ما بيسمح فيه هذا الخير المطلق اللي عنده قوة مطلقة. وهو حسب علم اللاهوت لا يتدخل في العالم، الأديان كلها وضعته يعني مثل God of the Gaps، إله الفجوات، وضعته بعيدا عنا بعيدا عن التجربة والنطاق العلمي. طيب، الإله الإبراهيمي يسمح في العذاب إذا عنده فائدة، هذا تبرير المؤمن ليش إنه في عذاب في العالم، هذا ردهم على معضلة الشر التقليدية. فأنا أقول هناك عذاب في هذا العالم لا يعرف فيه البشر
ولا يفيدهم وليس ضروري لمجريات العالم. هذا كيف يعني نحن ندافع عن هذه الفرضية؟ بال inference of the best explanation، بال Bayesian probability، بدراسة المعطيات واستقراء منها، إذا استقراء قوي فهو يدعم الفرضية. خامساً، لهذا العذاب غير مبرر. نتيجة لهذا الذي ذكرناه، العذاب غير مبرر، إن هو لا ينفع البشر وغير ضروري، وكان ممكن يعني هناك آلاف الطرق على الله أن يتفادى هذا العذاب، ونضل نحن في نفس ما اكتسبناه يعني في هذا العالم من وعي وأخلاق وكل هذا، إذا افترضنا أن الله هو يعني مصدر الأخلاق. فلهذا العذاب غير مبرر، والعذاب الغير مبرر يتناقض مع وجود الإله الإبراهيمي، يعني ده إبراهيمي قال. لهذا الإله الإبراهيمي غير موجود، لا، لأنه عنده خصائص لا تتوافق مع ما نشاهده في هذا العالم وما نعرفه استقرائيا عن هذا العالم الوحشي والعذاب الذي يقع فيه. فيعني هذا كان كل شيء، ما بدي أطول أكثر من هيك، أعتقد الفكرة واضحة، وإذا في